صباح الخير صباح الخير، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ والله يا عم انتوا ناس زي العسل، وحشتوني. معلش غايب عنكم بقالي اسبوع، قافل على نفسي بقالي تقريبا اسبوع عشان الامتحانات قربت. ادعوا لنا ربنا يوفقنا، مطحون مذاكره والله. المهم في جاكيت شفته قبل كده، عاوز اروح اشوفه، لو موجود اجيبه، وبالمره افرجكم على اسعار الملابس داخل مدينه نورنبرج، ولو لقيت حاجه تناسبني وتعجبني نشتريها. يلا بينا يلا بينا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا عيني يا عيني على الحلاوه. مدينه جميله قوي مدينه نورنبرج. بيتي هنا كده، تخش له من هنا خطوتين تبقى في البيت. اتفضلوا اهلا وسهلا، ايه رايكم في الحلاوه دي؟ يا عيني يا عيني على الطيور الجميله. يلا بينا. باي. جو ساقعه، مفيش حد تقريبا في الشارع. سبحان الله، الحته دي كانت بتعج بالناس في الموسم اللي هو بتاع الصيف، تلاقي سياح كتيره قوي هنا، والكافيهات دي ما بتونش. ما شاء الله ما شاء الله. المهم انا رايح وسط البلد. وسط البلد زي ما قلت لكم قبل كده وانتم عارفين، قريب قوي من البيت عندي، والله المستعان نروح نشوف حاجه وتبقى تجربه جديده وحلوه. ايه رايكم في الحلويات دي؟ يا عيني يا عيني يا عيني. صباح الفل صباح الفل صباح الفل. سبحان الله، المدينه رايقه بطريقه غريبه، مع ان النهارده يوم عمل، الساعه دلوقتي تقريبا 4 بعد العصر ولا بعد الظهر، شوف بقى انت بتسميها ايه. صباح الفل والله المستعان. لحد ما نوصل محلات الملابس ندردش مع بعض دردشه خفيفه، واحول لكم الكاميرا وتتفرجوا على المدينه. بصراحه المدينه ايه، مدينه سياحيه جدا. يلا بينا. بدات تندع لما مشينا في الشارع العمومي، بس ده ما يمنعش ان مفيش حد في الشارع خالص، يعني زي ما انتم شايفين. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. يا عيني، قولوا لي رايكم ايه. خليني ما اضيعش الوقت واقعد اضيع وقتكم في ان انتوا تتفرجوا على المدينه، خلينا نروح على محلات الملابس على طول. انا هروح محل H&M، وهروح محل زارا، بس بشتري دايما من H&M. بصوا الجاكيت ده، عاوز اوريكم في جاكيت مموه كمان، ده ثمنه 34 اورو 40 اورو. في جاكيت تاني هناك مموه عجبني قوي، عاوز اقيسه واقيس حته من ده. ايه رايكم؟ يلا يلا. ايه رايكم في الثلاث موديلات دول؟ ده زيتي خالص، وده مش عارف، ده مش يعني انا قلت اجربه بالمره، والمموه ده، بس ده تفصيلته غير تفصيلة التاني، ده في سوستة هنا وجيب هنا وجيبين هنا، قصة حلوة قوي. كله H&M، اجرب ونقول رأينا، بس انا عجبني ده اكتر حاجة. رأيكم ده خلاصة، شايف طلبي هاف والجاكيت، مش عاوز اقول لكم خامته عاملة ازاي، مش خسارة في 90 يورو والله. صباح الفل. بصوا بقى الاسعار، انا خلاص خدت الجاكيت المموه ده ب 84 اورو 85 اورو. بص، سويتشيرت بنطلون 35 36 اورو، شايف البنطلون؟ التيشيرت ده بكام؟ ب 32 33 اورو. بص تيشيرت حاجه غاليه قوي، فكويس ان انا لقيت جاكيت بالسعر ده، انا ما احلمش بيه صراحه، يعني انا ما احلمش بيه. 30 اورو ده ب 30 يورو H&M. اهو روح فين تاني؟ تعالوا اهو الجاكيت اللي انا بقول لكم عليها، بس انا ما عجبنيش الكتابه دي. بص بكام ده؟ ب 75 اورو، يعني مش عارف انت هتعمل ايه. الحمد لله. بص السويت شيرت ده، شايف خامته عامله ازاي؟ خامته ناعمه قوي، معرفش هتناسب حد فيكم ولا لا، ولكن بص ب 41 اورو التيشيرت ده. سيبك من الحاجات دي. بص البناطيل صراحة، خلينا في السويت شيرت عشان جو الشتاء، ب 36 يورو. بص التيشيرت ده عامل ازاي؟ حاجات ده يعني صراحة ما تتلبس، يعني الرسومات دي أنا ما بحبهاش قوي، يعني لو خد بالك، يعني أنا ما بحبش
اللي هي التيشيرتات دي بكام يا عم؟ 41 يورو التيشيرت ده، ولكن انا بوريك ده ب 31 يورو. شايف اهو تيشيرتات كتيره قوي نفس تقريبا الاسعار، تاخد بالك احيانا بتبقى في حاجه مقفاره كده بتلاقيهم بيخبطوا فيها خبطه جامده، ولكن 31 اورو سويت شيرت عادي جدا. بص فاكرين السويت شيرت ده اللي انا اشتريت زيه ب 32 يورو هنا، شايف اللي هو الازرق، وواحد تاني انا برضو اشتريته بس ما اشتريتوش طبعا ب 31 يورو، انا شريته تقريبا بحاجه و20. اه والله الحاجه عارف بتبقى غالي احيانا ورخيصه احيانا، 29 يورو 30 يورو. بص ب 40 يورو 41 يورو. بص البناطيل بقى 29 يورو 30 يورو، شايف ده بكام؟ 30 يورو اهو. بنطلون عادي جدا. الجاكيت اهو اللي انا وريته لكم، جاكيت المواوه الناحيه الثانيه. فعارف انت بتدور لنفسك على الشيء الصح والحلو. بص البنطلون ده بكام؟ ب 28 يورو بنطلون. اللبس غالي قوي في البلاد دي يا جماعه، اللبس غالي جدا. يعني بص السويت شيرت ده ب 20 يورو، شايف عامل ازاي؟ ما فيهوش اي حاجه بس خامته حلوه، خامته نظيفه قوي قوي صراحه يعني. والله ما خساره فيه الفلوس. فاهم؟ بص السويت شيرت ده بكام؟ 15 يورو. عادي يعني، عادي جدا. بص عاملين منه عرض اهو، في منه الاسود والرمادي، وقول عليه الزيتي او الزيتوني، البيج، الكحلي، وهكذا. بكام؟ 15 يورو عرض. بص جاكيت البدله دي بكام؟ 70 يورو. جاكيت بس، مجرد جاكيت ليزر كده تلبسه، حتى الفتحه اللي هي في النص يعني، اللي هي الموديلات دي رجعت تاني في 2023 او اواخر 2023. البدل الخامه بصراحه ممتازه يعني. بص ما اعرفش دي بقى البدله على بعضها ده ب 70 اورو، لو حاطين سعر هنا يبقى كل حاجه لوحدها، او تقريبا هو البدله على بعض، لا حاطين سعر اهو، البنطلون لوحده ب 41 اورو والجاكيت ب 70 اورو، يعني هتشتري لك بدله على بعض بكام؟ اه فعلا رجع الموديل اللي هو الفتحه واحده، فاكرينها الموديل ده كان قديم قوي اهو، اللي هي في النص دي كان الاول الموديلات كده، كان معرفش بقى رجعت تاني الايام دي. ماشي ما علينا. يعني تشتري لك بدله مثلا قلنا ده ب 40 وده ب 70، يعني 110 اورو انت بتشتري البدله. في حاجات تاني بس هنا البناطيل بتتباع لوحدها والجاكيت نفسه بيتباع لوحده. حاجات كتيره قوي، جاكيت جلد، خلينا نشوف الجاكيت الجلد ده بكام. طبعا جلد سكاي مات لبس 75 يورو، يعني انا نفدت بالجاكيت المموه بتاعي، مع ان انا عندي الجاكيت مموه، ولكن انا والله بحب هذا الستايل من اللبس، هو ده اللي انا بحبه يعني. بص جاكيت البدله، جواكت بقى مقاسات كتيره بقى وانت تنقي كلها، اللي هي الفتحه الخلفيه دي شايفها، اللي هي الفتحه اللي ورا دي، وانت نقي بقى اللي انت عاوزه جنتل، والله يوفقك. حتى الجرافطات موجوده برضو اهي، تشتري الجرافطه المناسبه للبدله اللي انت خدتها. مش كاتبين عليها سعر ليه؟ ولا التيكت ده؟ خلينا نشوف حاجه تاني. مش كاتبين عليها سعر الجرافطه، يعني هنا مش كاتبين سعر، لان هما كام جرافطه مع بعض؟ اتنين جرافطتين، بتاخد بقى انت اللون اللي انت عاوزه، اتنين اهم، واحده ساده واحده فيها طنيش. البيبيون فاكرين؟ للعرسان. الحاجات دي يعني في عرسان دلوقتي بتلبسوها ما زالوا يعني، وربنا يسعدكم. هتلاقي دي ثمنها مثلا مش اقل من 20 اورو 25 اورو مش اقل. تاخد بالك بص البنطلون ده خامته عامل ازاي؟ والله العظيم خامته تحفه، خامته تحفه، خامته عسل. شايف؟ وبكام؟ 35 يورو البنطلون. يلا بينا؟ يلا بينا. بص هنا عاملين عرض على البنطلونات دي، جبردين بكام؟ ب 36 يورو البنطلون. حلوه. اللي هي بتقفزها من تحت او معرفش بيسموها ايه، اللي هي بتبقى بأستك من تحت دي. في منه كذا لون، في منه الاسود والكحلي والبيج والرمادي والافتح ما بين البيج والابيض، تاخد بالك 36 يورو. في بلوفرات عندهم بس بصراحه النهارده ما اعرفش في ايه، مفيش حاجات كتيره زي ما كنت باجي دايما باستمرار. فهمت؟ خدت الجاكيت خلاص اهون،
والحمد لله. يلا بينا يلا بينا، بس هنلف من الناحيه الثانيه، والله المستعان. مبروك عليا. هنا بعد ما بتنزل الدور الارضي قسم الحريمي، يعني برضو لبسهم برضو غريب. يلا بينا نتوكل على الله ونخرج. بصوا المحل زارة، جيت هنا لقيتهم عاملين عروض مقاسات بقى انت وحظك، فاهم؟ اهو في زارة ب 45، ب 46 اورو، كتير كتير كتير. انا طبعا جبت الجاكيت خلاص، وايه مانيش محتاج اجيب حاجة تاني، بس قلت اتفرج برضو لربما تعجبني حاجة، انت خد بالك. المحل كبير قوي ما شاء الله، عاملين عروض كتيرة 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 كتيرة. بص تعالى كده هنا نشوف تيشيرت اهو بكام. التيشيرت ده ب 22 23 يورو، 23 يورو. تعالى نروح نشوف الجواكت هنا، معرفش المحل النهارده عندهم جرد ولا ايه، معرفش، الله اعلم. يعني مثلا ده بكام؟ ب 39 يورو 40 يورو. زار اهو، بس الضخم قوي، عارف الضخم ده. هنا تاني برضو نفس القصه، كتير قوي الجواكت، كتير كتير كتير، غير اتش اند ام، فالله المستعان. النهارده زارة غريب غريب غريب. بص تقريبا بيصفوا كل الملابس اللي عندهم، يعني بص كده مش عارف في ايه، في كل فيلم اغنيه زي ما بيقولوا، يعني والله العظيم ما اعرفش في ايه، فقر وباين. بص الجاكيت ده، الله على الجاكيت ده، انا عاوز اجرب الجاكيت ده، يلا نجربه. قلت اجربه ما بصيتش على سعره، مش مهم الفلوس، ب 79 اورو. بس بص الجاكيت عامل ازاي، بص واسع جدا، ففكك يا عم، سبته مش هجربه ولا نيله. انا الحمد لله على اللي انا خدته. صراحه الفرع فيه هدوم جميله جدا، بس المشكله ان هم حاطين كل حاجه عشوائيه بطريقه غريبه قوي، معرفش بصف ولا ايه. بص الجواكت، الجاكيت ده عامل ازاي، استنى اقول لكم على سعر الجاكيت ده. الجاكيت ده سعره كام؟ 70 يورو، شايف؟ سخمته، فاكرين كنت قست حاجه زيه كده من فتره، شايف حاجات النفخ دي. المشكله ان ده ريش، والريش ده لما بيتغسل بيبقى مقرف قوي، يعني بيرجع زي ما كان بس بياخد وقت، تقعد تنفط فيه بقى وتقرف نفسك في حياتك، فمش مستاهله. بصوا الفرو ده بكام؟ 70 يورو. يا عم ايه القرف ده، احنا هنلبس فرو، وخصوصا لما يبقى فرو اصفر. مسخره يعني، تخيل راجل يبقى لابس اللون ده، يعني تصورها انت، وايه فرو كل حاجه اصفر، فوشيا، موف، مذهب. صراحه شيء عجيب 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 عجيب، الله المستعان. بصوا حتى الاحذيه، استنوا نشوف الحذاء ده بكام. المشكله ان انا ماسك الجاكيت بتاعي ب 45 46 يورو، اهي جزمه، الله المستعان. عندهم حاجات كتيره قوي، حتى البناطيل، يعني البنطلون ده ب 50 يورو، مش عارف. يلا بينا يلا يلا يلا. بص الجاكيت ده عامل ازاي، في راجل بيلبس ده، ممكن سكيلتا يلبسه بكام؟ ب 40 يورو، يعني مش فاهم انا مين ده اللي هيلبسه، محطوط في وسط جواكت الرجاله، انت واخد بالك؟ يعني ده مثلا بكام؟ ده ب 70 يورو، ده الجاكيت ده. نشوف حاجه تاني، ما اعرفش حاجات بقى يعني غريبه الشكل، والاسعار كده، شايف؟ فرو، يعني تخيل انت راجل لابس فرو اصفر، الله المستعان. يلا يلا، المحل كبير قوي. ده دور تحت الارض، ده في تاني فوق. بص الجاكيت ده ب 20 يورو، بص عامل ازاي، حاجه يعني اخر فلل. بص هنا الجواكت كتير قوي، انت بقى تنقي يا نجم وتدور على الشيء اللي انت عاوزه. بص الجاكيت ده 48 يورو اهو، في زارة زارة اهو، فالله المستعان. يلا بينا بقى عشان انا زهقت. بص هنا بقى قسم الحريمي، وتخرج على الشارع، محل مصروف عليه وربنا يوفقك. بناطيل كلها حريمي، وحاجات حريمي كلها، شنط حريمي، بلطو حريمي، وجيبة حريمي. يلا بينا، صباح الفل. في الفيديو ده قبل ما اقفله
انا قلت لكم ان اللبس هنا غالي، غالي بالنسبه للناس، لان الاسعار دي تقريبا كانت الثلاث ارباع او النص تقريبا، فالناس كلها بتشتكي من غلو الاسعار. ممكن في بقى في البلاد العربيه، وانا والله ما اعرف الاسعار في ديوانا العربيه حتى في مصر ما بسالش، هل نفس الخامات ونفس القصه انت ممكن تشتريها بنفس القصه لو انت حتى حولت الفلوس على اليورو او على الجنيه قصدي في الوقت الحالي؟ شوف كده وابقى قول لي في تعليق برضو هنستفاد منك قبل ما نقفل هذا الفيديو. صباح الفل. ومن هذا المكان الجميل الظريف المهذب المحترم اقفل هذا الفيديو. لفيت ودخلت محل H&M اشتريت جاكيت، ودخلت محل زارا ما اشتريتش حاجه، كنت عاوز اشتري حذاء بس خليها يوم تاني مع نفسي بقى عشان في حد بيتضايق لما بيلاقيك انت بتشتري جديد. يعني انا شايف امكانيات يا ابني، امكانيات ربنا موسع علينا. ايه مالك في ايه؟ ولا انت عشان تعبان فتعبان؟ صباح الفل، يلا نشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم يا عرب. باي 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 باي. سلام.